بس الماراثون هذه السنة غادي يكون من أحسن الماراثون إن شاء الله المنظمين في البلد في المغرب الحبيب. بس الماراثون إن شاء الله هذه السنة هذا غادي يعطي واحد صورة يعني صورة جيدة لألعاب القوى بصفة عامة و و و والتنظيم بصفة خاصة يعني لاكاليتي يعني لاكاليتي تاع التنظيم بصفة بركان نص ماراثون بركان فالرهانة تاعنا هو العدد المشاركين يعني العدد المشاركين يكون أكثر بكثير على السنة الفارقة نبغيو العدد تاع المشاركين والمشاركات النساء فوق 35 في في وكل هذا لو في لقطة في المئة غادي نعرفوا على أنه اليوم المرأة ولات كتهتم بالحياة في الرياضة بصفة خاصة ولات كتعتني بالممارسة في حياتها اليومية وهذا هو الهدف. الهدف هو إعطاء فرصة لجميع الشرائح والطبقات العمرية للمشاركة في هذا غادي يكون ان شاء الله عرس ريادي في يومين. واش يمكن لك تحدث لينا على هذه الدوره الثالثه من سيمي ماراثون ديال بركان ويعني كيفاش غادي تكون في الناحيه التقنيه؟ بالنسبه للدوره الثالثه ديال سيمي ماراثون بركان من الناحيه التقنيه اننا هيئنا جميع الظروف اللاعبين واللاعبات باش يشاركوا في الدوره لان هنا عده اوبجيكتيف انه الهدف الاول هو تحطيم الرقم اللي هو ساعه و 28 ثانيه. الهدف الثاني هو اشراك اكبر عدد من المشاركين بحيث اننا كنسعوا باش هذه السنه تكون ان شاء الله 7000 مشارك ومشاركه. والهدف الثالث هو انه بغينا النسبه ديال النساء يكون نسبه مرتفعه. عام اللي وصلنا ل 24% هذا العام كنطلبوا ب 30 حتى 35% المشاركه النسائيه. الجديد هذه السنه هو مشاركه واحد الفئه من 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 المشاركين اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه وكتجيب مناسبه اليوم العالمي للتوحد بحيث انه نهار السبت كاين 4 المسابقات خاصه بهذه الفئه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه وعندهم 4 المسابقات ومسابقات ماشي على الصعيد الجهوي وانما على الصعيد الوطني بحيث ان هناك عده جمعيات اللي غادي تشارك في هذه التظاهره ومن بعدها كاين تظاهره خاصه بالناشئين اللي من 12 حتى 17 عام اللي غادي يكونوا منقسمين لست الفئات وكل مغيجري ونفس المسافه اللي هي 1609 متر. اما فيما يخص نصف الماراثون فهناك انطلاقه غتكون نهار الاثنين نهار الاحد ان شاء الله على الساعه 10 انطلاقه واحده بالنسبه لنصف الماراثون 10 كيلومتر 10 كيلومتر مشي. كنقولوا علاش 10 كيلومتر مشي لانه الهدف ديالنا هو اشراك الساكنه ديال مدينه بركان خصوصا النساء والرجال الكبار ذوي اللي عندهم السن اكثر من 50 عام اعطيناهم هذه الفرصه باش هما يعبروا على المستوى ديالهم ويشاركوا معنا في هذا العرس الرياضي وكنطلبوا من الجميع باش يشاركوا معنا. اما من الناحيه التقنيه فجميع المسائل التقنيه مهيئه والظروف مهيئه لا من تحكيم ولا من تنظيم ولا من كرونوميتراج الكترونيك لا من ناحيه ديال لي بوز درافي تايمور في شي اسمه كل شيء مهيئ من اجل تحطيم الرقم القياسي ان شاء الله اللي هو بغينا كنطلبوا باش يكون قل من ساعه.